السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفة ملكة. مرحبا نجدد بالقدم معنا في القناة. اليوم غادي نشارك معكم فلوغ كتشوفوا في روسبي المعينات جداد اللي جابوا الآلة اللي خديت من عندهم، واش ناجحة ولا لا، واش كيصدقوا فيها الوصفات ولا لا. وغادي نشارك معكم الفطائر بالشوكولات الساهلين وماهلين ولا غينفعوكم في رمضان الكريم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هذا الا كيهمكم الامر خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المعينات وتشوفوا الوصفه وتشوفوا اشنو خديت من هذا من ايورسبين. خليكم معايا الا عجبكم الفيديو قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. لو بغيتوا تدخلوا معنا في الجروب ديال فيسبوك ولا ديال انستغرام غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. مرحبا بكم، خليكم معايا. في واحد بول كنديروا 3 ديال البيضات وغنديروا قبصه ديال الملح، غنديروا نص كاس ديال العنبه ديال السكر البني ما يعادل 2 معالق كبار عامرين. سبقت لكم الفطائر في الاخر ديال الفيديو، غنخليكم مع فلوغ وغنخليكم مع الآلة اللي خديت. هانتوما كتشوفوا درت 2 معالق كبار عامرين ديال السكر البني، تقدروا ديروا اي سكر. كنطرب مزيان بالطراب الكهربائي كما كتشوفوا. كنزيدوا واحد نص كاس ديال الزيت اللي سيور بشويه بشويه وكنطرب. هانتوما كتشوفوا كنطرب وكنزيد بشويه بشويه حتى كنكمل هذا النص كاس ديال الزيت. غادي نزيدوا واحد نص كاس ديال اللبن حتى هو بشويه بشويه وكنطرب حتى كنكملوه. هانتوما هنايا درت المعلقه كبيره عامره ديال النشا، 4 المعالق كبار عامرين ديال الدقيق، المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر، المعلقه الصغيره عامره ديال الخميره ديال الحلويات، واحد الفاني. هانتوما كنديروا كل شيء في واحده طبسيل وغادي ناخذ الغربال باش غادي نغربلوا هاد المقادير كلهم اللي ذكرنا. هنا درت واحد المعلقه كبيره عامره ديال نسكافيه سريعه الذوبان ودرت معها شويه ديال الماء سخون. دابا غادي نزيدوها وعاد نزيدوا الدقيق. هانتوما غنزيدوا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخل ديال التفاح، تقدروا تستعملوا اي خل عندكم في الدار، هذا الخل ديال التفاح بيو، نتوما تقدروا تستعملوا اي خل كما قلت لكم. دابا غنزيدوا واحد المعلقه ونبقاو نتربوا. صافي كناخذوا واحد الغربال كنديروا فيها الدقيق والنشا وهذا والخميره باش غادي نغربلوه. هانتوما كنغربلو كيبقاو شويه ديال الكوارات. صافي غادي نخلطو بالمعلقه، نعاودو نخلطو شويه بالطراب حتى كيندمجو المقادير ونعاودو نطلقو باش غنطيبو الفطائر ديالنا. هانتوما الخليط ديالنا كيفاش كيبان، كنديرو هاد المغرف ما غنديش نعمروه. الاله ديالي ديجا درتها كتسخن، ها هي الاله درتها كتسخن. دابا غادي نحلها، كنحلوا الآلة ديالنا، غنقربها لكم باش تبان لكم. ضروري ما ندهنوها بالزيت البنات، واخا هي جديدة ضروري ما ندهنوها بشوية ديال الزيت والشتاء. هانتوما كندهنو حتى هادوك اللي كاينين الفوق. هانتوما كنديرو هاد المغرف ما عامرش، حيت الا عمرتو غادي يخرج لكم الخليط. هانتوما راني كنسدو الاله ديالي كنخليها المده ديال 15 دقيقه. صافي كناخذو كنلقاو الفطائر ديالنا واجدين. هانتوما كتشوفوا هاد الاله ديجا استعملتها واحد المره، هادي الثاني مره اللي غادي نستعملها. رانا ديجا حطيت لكم الفيديو على القناه غير هاد الفطائر درت ليهم الشوكولات، هادوك اللي كنت درتهم على القناه ما درتش ليهم الشوكولات. صافي هالفطائر ديالي واجدين، غنستمر بحال هكا حتى كنكمل كل شيء ونعاودو نتلقاو.
هانتوما الفطائر ديالنا واجدين، قطعت عليهم شويه ديال البنان، خديت غير شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل، سخنتهم وكنخوي على الفطائر ديالنا. لو كنقدمهم بالصحه والراحه كونوا متاكدين غادي يحمقوا عليهم الدراري الصغار والكبار في رمضان الكريم، ولا الفطور ديال الصباح ولا الكوتي، وساهلين دغيا 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 كيوجدوا. دابا غنخليكم مع فلوغ وغنخليكم مع الاله اللي خديت انا عندها ثلاثه ديال الانواع ديال الاشكال اللي غنوجدوا بهم الفطائر. كاين هذا اللي استعملت في هذه الفطائر، كاين ديال الطقوس، كاين واحد اخر ديال البريوات. خليكم معايا غادي ندير معكم فلوغ، ومن بعد غنرجعوا وغادي ندير معكم هذيك الاله. هانتوما إورس بينا أول مرة أنا كنشوف عندهم أملو، أغلبية كنت كناخدو عند الجزار. هاد المرة ملي مشيت إورس بين لقيتو عندهم يعني نفس المذاق بحال هداك اللي كناخدو من عند الجزار، وعندهم الكريمة ديال البيستاش وأنواع ديال الشكولات اللي جابوهم. هذا اللي حدانا بالنسبة للبنات اللي ساكنين يعني حدايا، راه غادي نلقاو هذا الشيء كله فيه المواعن، يعني جابوا المواعن جداد كما قلت لكم. وسبن ما كنديرش ليه شهر البنات، غير كنشارك معكم البنات اللي كيهمهم المواعن وداك الشيء ديال الدار كنشاركهم معكم. هاد العلبه هادي ديال المكياج اللي كتجمع المكياج خديتها، ولكن ما عند بالي كنت كنصورها الساعه ما صورت حتى حاجه. ان شاء الله في الفيديو المقبل الا بغيتوا نصورها لكم. ماشي هذيك، هذيك الاخرى ها هي هذه اللي خديتها، كتنظفوا فيها المكياج ديالكم ولا ديال بنوتات ديالكم، كيجمعوا لكم كل شيء يعني عوض ما تشدوا المكياج في الجهه كاين العكر، في الجهه كاينه هذه، كتجمعوا كل شيء، كيكون كل شيء يعني في واحد البلاصه. هانتوما كتشوفوا الالات ديال العواصل اللي غينفعوكم في رمضان الكريم، والمقلات رائعين والثقال يعني الجوده ديال الطليان. هانتوما كاينين هذوك اللي كنقطعوا عليهم، كاينين ثلاثه زوينين، ولكن هذه ما خديتهاش انا حيت عندي ديال بحال الطين بحال او ديال الرخام اللي عندي انايا. نخليكم تستمتعوا، ملي غنرجعوا للدار غادي نشارك معكم شنو شريت. كاينين هادو to
هانتوما الاله ديالنا خديتها من ايورو سبين، مازال ما حليتهاش البنات، حليت غير هنايا باش تجيني سهله، لان كانت لاصقه بالسكوتش، ولكن مازال ما خرجت الاله من هذا من الباكيه ديالها. غادي تشوفوا والله العظيم البنات شحال كنت كنقلب عليها، وكانت عندي وحده سامبل، ولكن بغيت هذا النوع اللي عندها هذاك الشكل ديال الكفريت انا اللي كنت كنقلب عليه. هانتوما كتشوفوا ان شاء الله في سيدنا رمضان الكريم. الساعه لقيت هذه عندها ثلاثه ديال الانواع، دابا غادي نحيدهم. هانتوما غنخرجها لكم باش تشوفوها. هذه الاله غنحلها لكم باش تشوفوا. هذه الاله البنات غتنفعكم ان شاء الله في سيدنا رمضان الكريم. ها هي كيفاش كتحل. ها نتوما عندها هذا الديسكات ديال الطاكوس اللي معروفين، كتوركو غير على هذا البوطون كتحيديه. ها نتوما كتحيدوا هذا البوطون، وها الاخرين، ها الاخرين البنات حتى هادو. ها نتوما عندها ثلاثه ديال الشكال، ثلاثه ديال الشكال البنات اللي عندها. انا كان غرضي في هادو اللي كان غرضي باش نشريهم. الساعه لقيت عندها هادو، لقيت عندها جوج اخرين صراحه. ملي كنت هذه عامين مشيت لكازا بلانكا لقيتها، وكنت غناخذها ملي قلت ليه جربها ليا في الضو، كان غيجربها في الضو يخرج منها الدخان. قال لي راها عادي عادي، يعني الاله يخرج منها الدخان. قلت ليه لا، الا كان الدخان كيخرج منها اذا خطر، اذا كاينه شي حاجه ماشي هي حتى اللي هي. قال لي لا، اي حاجه جديده راه كيخرج منها الدخان. صافي ما خديتهاش، انا كنت خايفه تفرقع علينا الله يحفظ ولا شي حاجه. المهم انتما البنات كاين هذا الشكل حتى هو، حتى هذا ديال البريوات ولا ديال الساندويشات مثلا. هانتوما غنخرجهم لكم باش يبانوا لكم، من بعد غنرجعهم. وكاين هذا الدفتر هذا مكتوب فيه يعني كيفاش غادي تستعملوا، كيفاش غتستعملوهم هذا الدفتر هذا. هانتوما بغينا هذه، هانتوما كتشوفوا كنديرها دابا في الفران.